السلام عليكم. منذ الانقلاب والاجتياح ظلت إب عرضة للانتهاكات اليومية والجرائم المروعة، ابتداء باغتيال الطفل أسامة بودير، مرورا بجريمة وضع الشخصية السياسية أمين الرجوي ضمن الدروع البشرية في مخازن الأسلحة بذمار، وجريمة تصفية بشير شحرة عند مطلع الفجر، وجريمة اغتيال عمال القاد في صباحات نادرة. وبحسب متابعين، لا يختلف قهر إب عن قهر الجنوب وتعز وتهامة في مسألة القهر السياسي المركزي، لكن الجروح المفتوحة فيها أكثر بحكم طبيعة الجغرافيا للمحافظة التي تبدو محاصرة بالسكنات العسكرية لميليشيا الانقلاب من الجهات الأربع، وهذا من الناحية العسكرية لا يشجع على خلق مقاومة مستمرة إلا إذا تم فتح أحد المنافذ للدخول والخروج إليها وإسناد حركة المقاومة. فيما يتعلق بالاختطافات، تشهد المدينة موجة اختطافات واسعة، كان آخرها اختطاف السياسي المعروف مسعد الحدي وابن عمه وإطلاق سراحهم ليموت بعدها في التوقيت نفسه في وفاة غير طبيعية، أقل ما يمكن القول عنها إن أسبابها متعلقة بالاختطاف. أما عن جرائم سرقة المال العام، فقد طالت العديد من المؤسسات، كان آخرها سرقة نحو 210 مليون ريال من خزانة جامعة إب، وهو المكان المحرز بالميليشيا التي جعلت من الجامعة أحد المراكز الأمنية لها. مشاهدينا الكرام، نحاول في حلقة المساء اليمني أن نجيب على التساؤلات التالية: كيف استباح مشرفو الميليشيا حقوق الناس وأموالهم في المدينة؟ وأين ذهبت مقاومة إب؟ وما أهمية تحرير المحافظة خصوصا في ظل استخدامها كمركز مالي للميليشيا لإدارة معاركها في تعز؟ نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة مع ضيفنا هنا في الأستوديو، الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات، أهلا وسهلا بكل مشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد. إب تمر بالعديد من الانتهاكات، وهناك أسئلة كثيرة تدار حول ما يحدث في إب. نبدأ حوارنا أستاذ محمد ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. بدءاً بالقتل خارج إطار القانون ودون أسباب، وبانتظار نهاية لجرائم الميليشيا، تقف مدينة إب على جرح وتتكئ على آخر، حيث أصبحت المدينة قبلة للفيد والنهب وعبث الحوثيين وأنصارهم. هذه المحافظة التي انخرط أبناؤها في صفوف المقاومة عقب سقوط صنعاء ومنذ اجتياحها من قبل الميليشيا. قاومت أغلب مديريات إب، ومنها مديريات استمرت لأشهر عديدة مثل القفر والعدين والرضمة وبعدان، لكنها كانت مقاومة بلا إسناد عسكري. يتساءل مراقبون عن أسباب غياب المقاومة المسلحة في مواجهة الحوثي، لتأتي الإجابة محمولة على أسباب الخسارة. فغياب إسناد المقاومة وموقع المدينة الجغرافي المغلق من الجهات الأربع التي تحيط بها الميليشيا أوهن المقاومة التي تشكلت في وقت مبكر فانتشرت في جبهات الشرعية العديدة خارج المحافظة. ما إن انخفض صوت المقاومة في إب حتى ارتفع صوت الانتهاكات في كل مديريات المحافظة، وأصبحت شاصات الميليشيا تجوب القرى بغرض الاختطاف وتفجير منازل المعارضين. مارست ميليشيات الحوثي سلوكا وحشيا ضد كل معارضيها، أذلت المواطنين ونكلت بمن تصدوا لها في بداية اجتياحها للبلاد، إلا أن جرائم قتل المدنيين العزل هي الأفظع والأبشع. سجون مرئية وغير مرئية وظاهرة عرفت بالسوق السوداء للمختطفين، حيث يتم المتاجرة بالمختطفين من قبل الميليشيا التي تجبر أهالي الضحايا على دفع إتاوات مقابل إطلاق سراحهم. يقول متابعون إنه لولا رجال المخلوع صالح من أعضاء حزب المؤتمر لما تمكن الحوثي من العبث في إب. قائمة تطول بأسماء المختطفين والمغيبين في سجون الميليشيا، ولا تزال القائمة مفتوحة لجرائم لا تتردد عنها ميليشيا الإرهاب. هذه المحافظة التي استقبلت أكثر من نصف مليون نازح من عدن وتعز بحسب محافظ إب جراء الحرب في البلاد. هناك من يرى أن تحرير المحافظة له أهمية عالية، ليس لتأمين سكانها من جرائم الميليشيا فقط، بل لحماية تعز أيضا وقطع طريق الميليشيا عنها. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ حوارنا مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي. بداية، أستاذ محمد، يعني عامان من الانقلاب والاجتياح وإسقاط الدولة، حدثنا بداية عن اتساع رقعة الانتهاكات في محافظة إب.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مرة أخرى لقناة بلقيس دائما على تسليط الضوء على القضايا الحقوقية والملفات التي تمس حياة المواطنين اليمنيين في ظل سلطة ميليشيا انقلابية فاشية لا تتحمل أو لا تستشعر أدنى مسؤولية أخلاقية أو إنسانية أو سياسية تجاه المجتمع والناس والمواطنين. في الحقيقة يوم بعد يوم تزداد رقعة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الانقلاب في اليمن بشكل عام في كل المحافظات، سواء المحافظات التي آثرت النأي بنفسها عن إشعال فتيل الصراع داخلها مثل محافظة إب، أو يعني حرصا طبعا على سلامة المواطنين وعلى سلامة المدينة، أو تلك المدن والمناطق التي تشهد صراعا مسلحا سواء في تعز أو غيرها. طبعا أود أن أشير إلى أن في إب كان هناك درس، يعني كان يفترض بالميليشيات أن تستوعب الدرس جيدا عندما انتفض أبناء المحافظة في وجه هذه الميليشيات ونجحوا في غضون ساعات في إسقاط 10 مديريات بأيدي المقاومة الشعبية، ثم بعد ذلك اضطرت المقاومة الشعبية إلى الانسحاب بعد نفاذ الذخائر، وفي نفس الوقت حرصا على سلامة المدينة. هذه الميليشيات أساسا التي خاضت حروبا في مناطقها في عمران وصعدة، وكانت سببا في تدمير هذه المدن عندما خاضت حروب تمرد ضد الدولة، لن يعني تتورع أيضا عن تدمير مدينة إب أو غيرها من المدن. إذا كان هذه الميليشيات دمرت قراها ومدنها وكانت سبب في إشعال فتيل الحروب هناك، فهي بالتأكيد لن تتورع ولا يهمها أساسا تدمير مدينة إب. كان هناك أصوات كثيرة للعقلاء في محافظة إب لتجنيب المحافظة الوقوع في الصراع المسلح الشامل، حتى لا تكون أيضا يعني ذريعة لهذه الميليشيات لتدمير المدينة. وفي نفس الوقت مدينة إب استقبلت كما أشرتم في التقرير مئات آلاف النازحين من مختلف المحافظات، خصوصا عندما كان الصراع على أشده في المدن الجنوب. كانت إب تستقبل عشرات الآلاف من النازحين من مدن الجنوب ويعني تأويهم. لكن للأسف الشديد كل هذه كهذا الدور وهذا التعقل لأبناء محافظة إب، وأيضا الدرس القاسي الذي تلقته ميليشيات الحوثيين عندما نجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في إسقاط 10 مديريات من المحافظة في غضون ساعات، لكن رغم ذلك لم تستوعب الدرس جيدا هذه الميليشيات واستمرت في عملية التنكيل بأبناء إب. كنت أتذكر بالمناسبة أحد المتحوثين من أبناء يعني السلالة في إب، وهو يهدد ويتوعد أبناء محافظة إب في حال استمرت انتفاضتهم في وجه هذه الميليشيات الفاشية أنه سيستعين كما يقول أنصار الله أي الحوثيين بقبائل عمران وذمار وصعدة لاجتياح إب وإسكات أصوات أبناء المحافظة في حال رفضوا وجود هذه الميليشيات أو طالبوا بإخراجها من مؤسسة الدولة. هناك منطق همجي للأسف حتى بالنسبة للذين تحوثوا في مدينة إب وتنكروا للعيش والملح كما يقال لأبناء هذه المحافظة. أبناء المحافظة الكرماء في الحقيقة الأبطال الذين لهم اليوم دور مشهود في كل جبهات القتال ضد هذه الميليشيات ومن أجل استعادة الدولة الشرعية في سياق نضال وطني شرعي يعني يحظى حتى أيضا باعتراف وبدعم أممي وإقليمي عربي. ففي كل الأحوال يعني برأيك أنت يعني لماذا نالت إب هذا القدر الواسع والكبير من كل هذه الانتهاكات والهجوم أيضا؟ يعني هي تنتهك وتهاجم، يعني أولا في الحقيقة هناك أحيانا عدم فهم لدور محافظة إب التاريخي. لن ننسى أن إب كان لها أبطال في مسيرة النضال الطويل والممتد ضد الفكرة الإمامية والبطش الإمامي. الفقيه سعيد قاد ثورة إصلاح ويتذكره الإماميون اليوم بنوع من النقمة و
لذلك ربما يكون هذا الانتقام أو جزء من النقمة على أبناء محافظة إب هو محاولة إخضاعهم لهيمنة هذه الميليشيات الإمامية وللحيلولة دون ظهور أي أصوات ثورية على غرار الفقيه سعيد الذي نجح في كسر يعني فاشية وتوحش هذه الميليشيات أو أجداد هذه الميليشيات وجذورهم عندما نزلوا إلى إب وباشروا في السلب والنهب وإرعاب الناس وإرهابهم، نفس السلوك الذي مارسوه قديما في عهد الدول أو الأئمة الزيدية في خلال سيطرتهم على اليمن، وهو نفس السلوك الذي يمارسوه اليوم. لكن بالمقابل أيضا لإب وأبطال إب وأبناء إب أدوار مشهودة في كل جبهات النضال اليوم في تعز وفي مارب بل حتى أيضا في الجنوب. بطبيعة الحال أستاذ نعم، يعني ونحن نتحدث عن انتهاكات الحوثي هي متعددة، يعني من ضمنها الاختطاف. ينضم معنا الآن عبر الهاتف أحد المختطفين السابقين لدى ميليشيا الحوثي السيد علي حقيس من ماليزيا. مساء الخير أستاذ علي. مساء الأنوار، أهلا بكم أخواني. أهلا بك معنا والحمد لله على السلامة. باعتبارك يعني أحد المختطفين نود أن تحدثنا عن التفاصيل. الله يسلمكم جميعا، وأحب أوجه تحياتي وسلامي لكل مشاهدينا الكرام، وأيضا تحياتي لقناة بلقيس والأخوة العاملين فيها وأشكرهم على هذه الاستضافة. وإن دخلنا إلى موضوع الميليشيات، لو تحدثنا عن المختطفين وأنا أحد المختطفين الذين تم اختطافي في محافظة صنعاء قبل فترة، فلا نجد شيئا من الغرابة في هذا الشيء، لأننا نتعامل مع ميليشيات مسلحة قد أكلت الأخضر واليابس وقد وصلت بها إلى كل حارة وإلى كل منزل وإلى كل قرية. أنا تم اختطافي وكان الذنب الوحيد أنني خرجت بطريقة سلمية منذ البداية، لم يكن بشكل مفاجئ ولم يكن بشكل غريب. فمنذ تأسيس حركة رغد مع زملائي وإخواني ورفاقي في محافظة إب والتي كانت النواة الأولى لحركة رغد الرافضة للميليشيات المسلحة بطريقة سلمية، وما تلاه من تأييد لرئيس حركة رغد إب ومشاركتي بكل الفعاليات الرافضة، كان هذا هو الذنب الوحيد الذي ساقني اليهم الى تلك الى ذلك المعتقل. في صنعاء اخذوني الى معتقل الى سجن انفرادي والى مكان مجهول هناك، قاموا بربط اعيني وتم ممارسه تعذيبيه والفاظ غير اخلاقيه تماما، لأنني كنت أعاني في ذلك الوقت من أمراض عصبية وبسبب عدم تناولي الأدوية مما حدث لي إلى انهيار عصبي بشكل كبير جدا وساءت حالتي بشكل كبير. وبالإضافة إلى ممارسة التعذيب والكي بالنار والسحب على ظهري، وكنت حتى في ذلك الوقت أسمع أصوات من جواري وهم يصيحون بأعلى أصواتهم في الزنازن في جواري. نعم يعني بعد ان تفضل. نعم، كيف كان اوضاع المختطفين يعني والذين بعضهم ما زال على قيد الاختطاف حتى الان، يعني ابرزهم ربما من مسيره الماء امين الشفق؟ هناك العشرات من المختطفين، وان اتينا نتحدث الى الاستاذ امين الشفق الذي دخل الى عامه الثاني من اختطافه في مسيرة الماء، وأنا كنت مشارك أنا وزملائي في مسيرة الماء، لم يكن همنا جميعا ومعنا الأستاذ أيمن الشفق إلا إيصال الماء إلى محافظة تعز. تم اختطافهم مع بقية الزملاء، أفرجوا عن الجميع إلا أمين الشفق، الآن دخل إلى عامه الثاني ولم يحركوا أي ساكن. أمين الآن أمين الشفق يعاني كثيرا، وهم في وعودات كاذبة سواء في وساطات من السلطة القمعية وسلطة الأمر الواقع، وأيضا حتى من أطراف متعددة كلها وعودات كاذبة لم يصل عن أحد. عشرات المختطفين الآن يعانون في السجون، عشرات المختطفين الآن لديهم أسر كثيرة كانوا يعولونهم، الآن لا حول لهم ولا قوة ولا أحد معهم يقف. هناك قبح كبير جدا تمارسه الميليشيات على محافظة إب منذ البداية بصمت وبهدوء وتحت يغطى إب السلام وإب السلم، كلهم كل أعمالها منذ وصلت وهي اختطافات وقمع وقتل وتهجير وكل هذه الممارسات، وهم يتحدثون عن إب السلام، أي سلم وأي سلام يتحدثون عنه.
كيف تم الإفراج عنك أستاذ حمود؟ عفوا علي. عن من؟ عنك، كيف تم الإفراج عنك؟ الإفراج عني بعد ما حدث لي الانهيار العصبي وبعد الحالة الصحية التي وصلت إليها إلى درجة كبيرة. قد كنت على وشك مفارقة الحياة، لا أعلم حتى أن تركوني في شارع الخمسين هناك صباحا قبل الظهر. ومن هناك اتجهت إلى المستشفى، تواصلت مع زملائي لما أفقت من غيبوبتي، تواصلت مع بعض أصحابي وأخذوني إلى المستشفى. نعم، طيب أستاذ يعني علي، الأموال هناك، يعني نسمع أن الأموال الميليشيا تطالب الأهالي بدفع أموال مقابل إطلاق سراح المختطفين، هل تم ذلك مع بعض المختطفين الذين كانوا بجوارك أو ممن تعرف؟ نعم أكيد، الفساد بالإضافة إلى الفساد المالي، هناك الميليشيات الآن تتاجر بالمختطفين. نعم. كنوع من الابتزاز المالي، تأخذ من كثير من الأبناء وتأخذ الكثير من المختطفين وتتاجر بهم، حتى أنهم يعني في بعض الأوقات كانوا يأخذوا تجار أيضا وصرافين لم يدفعوا، حتى انهم ابتزوهم ويغرموهم ملايين، هكذا يمارسون مع كل المختطفين، اصبح الى سوق تجاري قبيح جدا داخل محافظه ابك. طيب شكرا جزيلا لك استاذ علي حقيس المختطف السابق لدى ميليشيا الحوثي، ونسال من الله ان يتم الافراج عن بقيه المختطفين في اب وغيرها، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا عفوا، عوده اليك استاذ محمد. استاذ محمد، يعني نقطة المتاجرة بالمختطفين ليست فقط في إب، في صنعاء، في تعز، في أكثر المناطق، حتى أن بعضهم أصبح يمتهنها كمهنة، يعني أحدهم يسأل أحد أقاربه كيف الوضع الآن، نعرف أنكم بلا رواتب بلا كذا، فقال الحمد لله ماشي الحال، أصبحنا نتوسط لبعض المختطفين، يعني عيانا سمسرة وسوق بالطبع، ويجدون أنه مصدر رزق جديد، ويعني نعلم بكثير من المختطفين الذين من أسر يعني مرتاحة ماديا، يدفع مرة ويختطف مرة أخرى ويدفع الضعف، يعني إلى أي مدى تصل هذه الميليشيا يعني بأساليبها بهذا الشكل؟ يعني في الحقيقة فعلا هذه ظاهرة متفشية بشكل كبير، يعني هي صورة من صور تجارة الرق أو الاتجار بالبشر، يعني قد تكون صورة من صور الاتجار بالبشر، يعني لأن هؤلاء يتم المقايضة على حياتهم وعلى حقوقهم وحرياتهم مقابل الحصول على الأموال. وفي الحقيقة هذه تنم عن ثقافة متجذرة في لدى هذه الميليشيات، ثقافة الفيد والنهب ويعني الحصول على المال أيا كان وكيفما اتفق، يعني لا يهمها حياة الناس ومصيرهم، ولذلك هي حتى من العجيب عندما تتشدق بالحديث مثلا عن حصار اليمن وعن الغارات التحالف العربي وعن سقوط مدنيين، بينما هي لا تكترث على الإطلاق لحياة هؤلاء اليمنيين بما هو بإمكانها أن تقوم به، يعني إذا كانت تتعمد اليوم يعني بيع حياة حرية الناس يعني والمقايضة على حرية الناس مقابل الحصول على الأموال، فليست في محل الذي يمكن أن تكون صادقة فيه عندما تحدث أيضا عن انتهاكات من طرف هذا الطرف أو ذاك الطرف. وبالتالي كان هناك، حتى كنت على اطلاع أيضا بحالات كثيرة في إب تم المساومة على إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين اختطفوا، بعضهم كانوا يعملون في محلات صرافة أو تجار ويعني الحصول على أموال مقابل إطلاق سراحهم، لكن الخطير في الأمر أنه أحيانا في بعض الحالات يتم المقايضة على حرية الناس لإطلاق سراحهم بالحصول على الأموال أو الفدية، ولكن لا يتم إطلاق سراح هؤلاء ويعودوا مرة أخرى لابتزاز العائلات أو الأسر للحصول على أموال مقابل إطلاقهم، ثم في بعض الحالات يتم إطلاق الأشخاص ولكن جثث هامدة، يتم تصفيتهم بعد أن تكون هذه الميليشيات قد استنفذت كل ما لدى الأسرة، وربما تعرفين وضع المعيشي لمعظم اليمنيين اليوم، بعض هذه العائلات تضطر لبيع مدخراتها أو للاقتراض من أجل سداد
الفدية التي تطالب بها ميليشيات الحوثيين. في الحقيقة هذا السلوك يعني لا يختلف على الإطلاق عن بل أكثر توحشا من سلوك الجماعات والتنظيمات التي توصف بأنها إرهابية. الحوثيون لم يتركوا أي وسيلة من وسائل القمع والترهيب والإذلال والتركيع للمجتمع اليمني إلا مارسوها، حتى مسألة المتاجرة بحرياتهم والمقايضة على حريات الضحايا داخل السجون والمختطفين بالحصول على أموال كجزء من السوق التي يديرونها في اليمن. لقد حولوا اليمن للأسف اليمن بأسره إلى سوق سوداء، سجن كبير اليمن صارت في قبضة هذه الميليشيات. لذلك كثير من الناس لا يفهم عندما نتحدث عن نضال وطني وإنساني نبيل لليمنيين في مواجهة قمع هذه الميليشيات، لا يفهم كثير من التفاصيل حول هذا الأمر. يعني يكفي لليمنيين سبباً أن يواجهوا هذه الميليشيات هو قيامها باختطاف الناس والمساومة على حرياتهم مقابل الحصول على الفداء والأموال. نعم، إذا أستاذ محمد أنت أستاذ المشاهدين اسمحوا لنا أن نذهب فقط لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ محمد. استاذ محمد، هناك ايضا من ضمن الانتهاكات الدخيله والتي يعني ابتكرتها ميليشيا الحوثي في اي مكان تصل اليه، وهي مساله تفجير المنازل. كل من اختلفت معه اخرجت اسرته وشردته وقامت بتفجير هذا المنزل، ماذا عن ذلك؟ يعني في إب أيضا في واحدة من الحالات كنت أشاهد عيان على تفجير منزل أحد الأشخاص من بيت الجمال في قلب مدينة إب، كان يوما مرعبا حتى لأبناء المدينة وللسكان المحليين. هذا سلوك همجي وهو جزء من إدارة التوحش لإرهاب المجتمع حتى لا ينتفض في وجه هذه الميليشيات. في الحقيقة كما أن هناك تنظيمات مسلحة تلجأ إلى الذبح مثلا كجزء من إدارة التوحش، فإن ميليشيات الحوثيين تعمد إلى تفجير المنازل أيضا كجزء من إدارة التوحش في مواجهة خصومها، للأسف لكن خصومها أيضا السياسيين والناشطين المدنيين أو الذين يرفضون هيمنتها ويطالبون بخروجها من المدن. يعني في مدينة إب لوحدها، يعني في مديرية مثل مديرية حزم العدين، رصدت منظمات حقوق الإنسان أكثر من 240 حالة يعني حالة انتهاك للبيوت والممتلكات. نعم، يعني حتى أنا في أول دخولها قامت بتفجير منزل عائلات الطفل أسامة بدير وتفخيخ جثته. يعني صحيح، هل كانت الفكرة كل من سيخالفنا سينال هذا المصير؟ يعني هم كانوا هكذا يعتمدون على هذه الفكرة، أي شخص يتهمونه بالانخراط في المقاومة الشعبية أو في مقاومتهم يلجؤون إلى تدمير بيته أو تفجير بيته على نحو يعني مخيف. وفي الحقيقة هو سلوك بدأته الميليشيات حتى منذ نشأتها في صعدة، يعني بل في صعدة حدث أن فجرت أسرة بيت أسرة الحبيشي على رؤوس الساكنين وقتل الأطفال والنساء، وهذه الحادثة موثقة ولا يعني لدينا صور للبيت أثار الدمار بعد التفجير، وهناك شهادات أيضا موثقة لأحد الضحايا من أو لأحد الناجين من بيت الحبيشي في صعدة. مسألة تفجير البيوت هي جزء من يعني المنهجية هذه الميليشيات في قمع المخالفين كما أشرت قبل قليل، وهي جزء من إدارة التوحش تجاه الآخر حتى لا يكون هناك مقاومة لغطرسة هذه الميليشيات وبالتالي إرعاب هذه الميليشيات. في إب حدثت حوادث كثيرة، تفجير البيوت مثلا، تفجير بيت القائد المقاوم نايف الجماعي وبيوت آخرين كثيرة، يعني بالإضافة أيضا إلى نهب بعض البيوت والممتلكات. حصل في حزم العدين نهب واسع لممتلكات بعض الأشخاص الذين اتهموا بالانخراط بالمقاومة الشعبية. هذه الميليشيات للأسف لا تحترم حتى قوانين وأخلاق الحرب. إذا كانت بالفعل يعني جماعة أو كيان سياسي له مشروع سياسي حتى وإن كانت تخوض عنف، كان يفترض على الأقل أن تذهب إلى الجبهات
للنزال مع المقاومين أو مع الأشخاص الذين تعتقد أنهم يرفضون بقائها، لكن أن تذهب إلى منزل العائلة ثم تقوم بإخراج الأطفال والنساء إلى الشارع وأحيانا تعطيهم مهلة لإخراج ممتلكاتهم ثم تفجر المنزل وبعد ذلك تقوم بنهب الممتلكات بعد تجميعها والذهاب بها إلى مخازنها أو إلى المشرفين التابعين لهذه الميليشيات، لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة يعني لم يسبق لليمنيين أو يعني معرفتها أو أن يكونوا طبعاً. اسمح لنا أستاذ محمد الذي انضم إلينا أيضا عبر الهاتف الصحفي حمود هزاع من مأرب. مساء الخير أستاذ حمود. مساء الخير أخت آسيا وتحياتي لك وللأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك معنا أستاذ حمود. يعني بين عامين من الانتهاكات التي عايشتها محافظة إبنود، أن تحدثنا عن آخر ما شهدته هذه المحافظة من هذه الانتهاكات. الانتهاكات الأخيرة اليوم تم اختطاف أحد الشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظة إب في مدينة القاعدة من قبل الميليشيات وشخص معين كمدير أمن للقاعدة من قبل الميليشيات الانقلابية، لأن هذا الشخصية سعت إلى وسيلة سلمية إلى جمع توقيعات ضد مدير الأمن لممارساته أعمال البلطجة ضد المواطنين، وكان يجمع التوقيعات من المواطنين ومن الشخصيات الاجتماعية كمظلمة من أجل رفع الضرر عنهم كمواطنين مما يقاسوا من هذا المدير، لكن للأسف الشديد تم اختطافه بعيداً عن أي قواعد العرف القانوني أو الاجتماعي أو الأخلاقي. كذلك الممارسات كثيرة الخاطئة، ما يوصل للإعلام منها هو جزء بسيط، والسبب أنه الخوف الناس من ردة فعل أكثر، لأنه أبناء إب مدنيين عزل ومن ردة فعل أقوى، لأن هذه الميليشيات لا تحمل أي قيم أخرى وليس لديها أدنى شعور بالمسؤولية تجاه ما يجري في البلاد. وكذلك السبب الثاني هو ضعف الجانب الحقوقي والإعلامي لدى المواطنين الضحايا. ليس كل أبناء محافظة إب يعون كيف يتصرفون في حال أنهم تعرضوا لانتهاك من قبل ميليشيات الحوثي. هناك عبث بمؤسسات الدولة، هناك سرقة منظمة وجريمة مرتبة عمرها أشهر تمت بطريقة لأموال طلاب جامعة صنعاء ومدخرات الجامعة، هناك تلاعب بأراضي المواطنين وأراضي الأوقاف، هناك يعني عبث هؤلاء طيور خراب جائحة ضد اليمنيين بشكل عام وضد أبناء. طيب أستاذ حمود، يعني بحسب اطلاعك يعني في أي المديريات تركزت هذه الانتهاكات، ولماذا الميليشيا يعني نلاحظ أن هناك رقعة واسعة من الانتهاكات في محافظة إب؟ الإب بشكل عام واليمن انتهاكات كثيرة، لكن ثمت مناطق تكثر فيها بالانتهاكات لأسباب كثيرة. على سبيل المثال مديرية حزم العدين وكذلك الرضمة ثم المدينة والخط اللي هم السمارة بحكم أنه خط رئيسي ويمشي من هنا. أما حزم العدين، حزم العدين كثير من أبنائها لديهم شخصية استقلالية، وهذه المديرية لديها ميزتين: أنها ليس لديها شخصية اجتماعية أتت مع الحوثيين من قبل كمشايخ أتوا من مناطق شمال الشمال مع الحوثيين ومارسوا عملية استعباد، معظم مشايخهم هم من أبنائها ومن أبناء مجتمعها، وكذلك هذه المديرية لا يوجد فيها أسر هاشمية تغطي رواتب الإمامة التي عادت من جديد، لذلك تجد الفرد في حزم العدين قوي، وهذا يشير في قوة المقاومة هناك في حزم العدين وفي الجبهات انخراط أبناء الحزم في بقية الجبهات، ومنهم كما تعلمون الأخ عبد الوهاب الوائلي الذي تم تعيينه الآن مؤخرا محافظ المحافظة، وكذلك الرضمة فيها مثل هذه التعيينات. أستاذ حمود، مثل هذه التعيينات الجديدة هل يمكن أن تفيد المحافظة بشيء؟
المحافظة تحتاج تحرير إبا بحكم نحن كصحفيين وجزء من أبناء محافظة إب. تحرير إب يتطلب إلى أشياء كثيرة، من ضمنها لا تظهر مقاومة شعبية إلا تحت بزة الجيش الوطني. لا. من خلال تقييمنا للتجربة السابقة للمقاومة في إب رغم قوتها وافتقارها لكثير من الأدوات وهي كانت ردة فعل، لكن كذلك ظهرت وهم الكثرة وتعدد الرؤوس ودخول بعض الشخصيات التي وقفت مع دعتنا مع المقاومة، وعندما عادت ميليشيات الحوثي كانوا مستقبلين لها هذه الأشياء. وكذلك قد يرفض البعض أنه يتعاون مع المقاومة بسبب الولاء للانقلابيين، وفي حال الاستدامة المجتمع المقاومة تحول إلى فأس، لكن كجيش وطني يكون لديه مهام وتكون لديه كل الدعم ويكون لديه وسائل أو معالجات لمعالجة يسحى. هنا بإمكان أن يتم نقول أنه تحرير محافظتين. وكذلك القرار السياسي إلى اليوم لم يتخذ على تحرير تعز، وكثير من أبناء ينخرطوا في 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 جبهات أخرى، لأن بالنسبة لليمن هي الأكثر كثافة. صحيح أن عدد أبناء محافظة تعز هم الأكثر كثافة، لكن القياس العالمي يحسب عدد السكان بناء على المساحة الجغرافية، وبالتالي مساحة إب هي أقل من محافظة تعز بكثير، وتبقى هي الأولى في الكثافة في اليمن، إضافة إلى نزوح الكثير وآلاف أو لم يكن مئات الآلاف من أبناء تعز ومناطق أخرى إليها. هذا يجعل إلى جانب التجربة القاسية التي في تعز بأنها لم تدعم بسلاح ثقيل ولم تخرج المعركة من داخل المدينة، وأسباب كثيرة تجعل أبناء إب وهم غالبية يفضلون الالتحاق بالجبهات. كذلك استطاع النظام للأسف الشديد خلال عقود مضت أن يكون هو المسيطر في إب. يعني على سبيل المثال عضو المجلس المحلي، المدراء المكاتب التنفيذية، الدولة العميقة، سلطة كامل، والشخصيات الاجتماعية معظم هؤلاء تم بناء شبكة وهم يعملون بشكل معلن أو خفي لصالح الانقلابيين. نعم اتضحت الصورة أستاذ حمود. وبالتالي مكبلة المجتمع. نعم المجتمع خير، ولكنه مكبل من قبل هؤلاء اللي هم إماميون أو عكفتهم على مدى التاريخ. نعم وضحت الصورة أستاذ حمود، شكرا لك أستاذ حمود هزاع الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني لو تحدثنا عن المراصد الحقوقية، النشاط المدني في إب، هل تعتقد أنه توجد لديهم قاعدة بيانات؟ هل هناك فعلا نشاط حقوقي في ظل كل هذه الانتهاكات؟ يعني أولا دعيني فقط أشير إلى أؤكد إلى ما أشار إليه الأخ حمود في المداخلة، وهو نقطة مهمة للأسف الشديد، أنه عمد النظام السابق إلى تدجين محاولة تدجين المجتمع في إب لمصلحة المستبد، وبالتالي عندما جاءت هذه الميليشيات كان الرؤوس الذين كانوا يعملون على تدجين المجتمع تحولوا بالمقابل أيضا إلى العمل لصالح هذه الميليشيات، وبالتالي كان الخروج عن الطوق يعني مهمة شاقة بالنسبة لأبناء المدينة في إب. لكن اليوم وأنت تسأليني عن ما إذا كان هناك نشاط حقوقي في محافظة إب، هناك بالتأكيد نشاط حقوقي جيد، وهناك توثيق، وهناك منظمات عملت على توثيق الانتهاكات بشكل يعني إلى حد ما جيد، مع أن هناك أيضا حالة خوف أحيانا لدى الضحايا من الإدلاء بشهاداتهم أو تسجيل الحالات والتفاصيل، لكن مع ذلك هناك جهد جيد في هذا السياق. لكن المشكلة يظل أي نشاط حقوقي أو مدني في ظل هيمنة هذه الميليشيات وعدم اعترافها أساسا بشيء اسمه مسؤولية سياسية ومدنية
يبقى ضرب من العبث أي جهد مدني أو في مواجهة هذه الميليشيات غير مجدي أساسا. يجب أن يستمر النضال المسلح أولا لإسقاط هذه الميليشيات الإنقلابية وإزاحتها واستعادة الدولة. أهم نضال في طريق اليمنيين اليوم هو استعادة الدولة، لا يمكن ممارسة أي نشاط مدني في ظل غياب دولة وغياب منظومة العدالة، هذه المنظومة التي اختطفتها الميليشيات أيضا ضمن أشياء كثيرة اختطفت في البلد. لكن مع ذلك أيضا وأنا أقول في الحقيقة هناك نخبة إعلامية وسياسية رائعة في إب، يجب أن تحمل على عاتقها مسؤولية أن تكون في طليعة تحرير هذه المدينة، بل وحتى يعول عليها أن يكون لها دور نضالي كبير في تحرير اليمن من قبضة هذه الميليشيات، وأن لا يكتفي اليمنيون أبناء إب فقط بإرسال المقاتلين إلى الجبهات، يجب أن يكون هناك رؤية واستراتيجية في لمسألة استعادة إب، وأن تكون يكون لها دور كبير في إطار إقليم الجند إلى جانب تعز الثقافة والعلم والنضال والتضحية، وبالتالي تشكلان إب وتعز ثنائية رائعة ونموذج يحتذى به في المواطنة الصالحة والمتساوية ودولة القانون والعدل والحريات. يعني يبقى النضال أيضا طويل وشاق أمام اليمنيين أو حتى في إطار محافظة إب للاستمرار في عملية توثيق الانتهاكات أولا بأول، ولاحقا سيتم بالتأكيد محاسبة كل الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات، سواء الوافدين من عمران وصنعاء وصعدة أو الأشخاص الذين تواطؤوا معهم والذين يدلونهم على بيوت الناشطين السياسيين والذين يقدمون لهم المعلومات وقوائم الأشخاص والخصوم السياسيين والصحفيين، كل هؤلاء سينالون جزاءهم وسيحاسبون يعني أمام العدالة. إذن أستاذ، يعني اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق انتهاكات حقوق الإنسان بحسب تواصلك معها، ما مدى يعني الاهتمام الذي توليه لمحافظة إب برأيك؟ يعني إلى الآن ربما لا تكون قادرة اللجنة للوصول إلى مدينة إب بحكم أن المدينة لا تزال تحت سلطة الميليشيات، وهذه الميليشيات لن تراعي أي قواعد أو قوانين في التعامل مع هذه اللجنة، رغم أنها جاءت بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالتالي لن تكون حياتها إلا في خطر في حال وصل أعضاء اللجنة إلى إب. لكن من هذا المنبر أناشد الإخوة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن يبادروا للتواصل مع الإخوة في المنظمات والناشطين الذين أو على الأقل يعني النشر في مسألة أنهم يتقبلون طلبات أو قصص الانتهاكات عبر الإيميل، عبر يعني التواصل الإلكتروني، يعني على الأقل أتوقع حتى أنه يكون هناك تواصل إلى حد ما مع اللجنة. لا أظن أن قضية إب وملف إب والانتهاكات الفظيعة التي يرزح تحتها أبناء إب يعني في غفلة عنها اللجنة الوطنية. إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم إلينا أيضا الصحفي عامر الدميني رئيس تحرير الموقع بوست من الرياض. مساء الخير أستاذ عامر. مساء النور لك ولضيفك العزيز. أهلا بك معنا أستاذ عامر. يعني تحدثت في إحدى كتاباتك عن الجدل والحديث عن محافظة إب ودورها في مقاومة الميليشيا والتصدي لهذه الميليشيا الإنقلابية، نود أن تحدثنا عن ذلك. للأسف ربما هناك جدل كبير دار حول محافظة إب واتهامها سواء كجغرافيا المحافظة بشكل عام أو اتهام أبنائها بالتقاعس وعدم وجود مقاومة حية وفاعلة على غرار بقية المحافظات. هذا الأمر طبعا غير صحيح وغير سليم. محافظة إب انتفضت منذ وقت مبكر وكانت أول من قاوم وواجه مشروع الميليشيا منذ العام 2012. هذه المحافظة قدمت العديد، انتفضت مختلف جبهاتها مختلف مديرياتها، لكن للأسف الميليشيا عندما دخلتها لم تأخذها بشكل عام، بمعنى أنه لم تدخلها عندما دخلت تعز، إنما انفردت بها جبهتين بعد جبهة، وبالتالي عملت على تحييد كثير من الشخصيات النافذة أو كثير من الشخصيات التي كان يمكن أن تسهم في دحر هذه الميليشيا، فدخلت الرغم أولا ثم يريم ثم القفر، وعندما وصلت مركز المديرية واصلت إلى حمك وبعدان والعدين وغيرها من هذه
المناطق، لكن ظلت روح الثورة والمقاومة داخل المحافظة موجودة وقائمة من خلال كثير من أوجه المقاومة التي اندمج فيها الناس وانخرط فيها الناس. وبالتالي هذا الكلام الذي يطرح ويسوق الآن بأن هذه المحافظة خانعة هو كلام لا أساس له من الصحة، بل بالعكس هذا الإحباط الذي حصل في إب أو القبضة الشديدة التي قبضت بها الميليشيا على محافظة إب أوجد فرص أخرى ومناخات أخرى للمقاومة، فانخرط كثير من شبابها في مختلف الجبهات، في تعز، في نيم، في بيدي، في مختلف الأماكن، سواء كانوا كضباط أو كانوا كأفراد عاديين، إضافة إلى الدور السياسي والحقوقي والإعلامي الذي مارسه أبنائها بنفس المستوى. الذي يؤخذ هنا أن لا يوجد رصد ميداني دقيق كما يقول البعض في محافظة إب، وهذا أيضا له العديد من الأسباب والمبررات. مستوى التنكيل والقمع الذي مارسته الميليشيا داخل المحافظة جعل من الصعب وجود بيئة يستطيع الناشط أن يتحرك من خلالها، خاصة أن محافظة إب كاملة ترزح تحت وطأة الميليشيا، بعكس محافظة تعز مثلا حيث توجد مناطق محررة استطاعت أن تستقطب الكثير من الناشطين والسياسيين بحيث يتحركوا بسهولة. إذن أنت تحدثت عن بذور هذه المقاومة أستاذ عامر، ولكن هناك من يتساءل أين ذهبت هذه المقاومة يعني التي واجهت الحوثي لحظة الاجتياح، لماذا خفت صوتها الآن؟ هي لم تخف الحقيقة، لما تحولت أو توارت إلى حد ما. هناك أسباب كثيرة تقف خلف هذا الموضوع، من أهمها القبضة الشديدة والتنكيل كما أسلفت والقمع الذي مارسته الميليشيا، إضافة إلى السياسة التي اتبعتها الميليشيا في إضعاف الجبهات الداخلية بالمحافظة جبهة، إضافة إلى وجود عامل آخر وهو المشايخ والنافذين في المحافظة الذين يمسكون بالسلطة المحلية. معروف أن المجلس المحلي لمحافظة إب يتشكل من قطيع متعدد من مشايخ صالح المخلوع صالح، هؤلاء ساهموا في إخماد الثورة، ساهموا في تلجيم الشباب هناك، ساهموا في توسيع وإيصال الميليشيا إلى كافة المناطق، وبالتالي توارى مثل هذه الأعمال إلى حد ما. خضع الناس هناك، ربما وضعوا في حسبانهم أن هذه المدينة ينبغي أن تظل مدينة للسلام، وذلك استضافت العديد من النازحين. توارى هذا الفعل لأسباب كثيرة، لكنه لا يعني أن هناك ضعف أو أن هناك انعدام لوجه المقاومة. هناك العديد من الأعمال التي نفذتها المقاومة على أكثر من فترة خلال الأشهر الماضية، سواء من خلال الكمائن أو من خلال العمل الميداني كالتقارير الصحفية المرفوعة من هناك. لكن يبقى أن مستوى البطش والتنكيك كجريمة بشير شحرة وغيره من الجرائم الفظيعة، هذه ساهمت بحد كبير في تخويف الناس. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عامر الدميني رئيس تحرير الموقع بوس، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ محمد، يعني نهاية حديثنا، ما الذي تحتاجه إب فعليا؟ يعني في الحقيقة أولا تحتاج إلى دعم ومساندة دول التحالف العربي يعني استعادة الدولة في اليمن بشكل عام. يعني أنا أتذكر في الحقيقة أنه كان هناك نوع من الإحباط لدى اليمنيين والمواطنين في إب عندما تمر إمدادات الحوثيين من والتعزيزات العسكرية دبابات، شاهدنا حتى صور في تقرير قناة بلقيس، ومع ذلك كان الطيران يعني لا يستهدف هذه التعزيزات أو لا يراقبها وكانت بشكل واضح طبعا وهي مستمرة. حتى الأمر الآخر أعتقد أننا بحاجة يعني باعتباري أيضا من أبناء إب إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية للمحافظة ممثلة بالقائد الوائلي، يجب الالتفاف حول القيادة الشرعية وبالتالي مساندتها في وضع استراتيجية ورؤية لتحرير المدينة وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإخراج الميليشيات الإنقلابية من مؤسسات الدولة وتحرير المجتمع من قبضة هذه الميليشيات الإرهابية المتوحشة، ثم بعد ذلك يعني يمكن الحديث عن محاسبة المتورطين في جرائم الانتهاكات ضد المواطنين في إب. أعتقد أنه من الأهمية بمكان الإسراع في وتيرة الحسم
في سبيل استعادة الدولة اليمنية المختطفة في اليمن. هذا هو الخيار الوحيد والمهم لليمنيين كلهم وللتحالف العربي قبل فوات الأوان. يجب أن يكون هناك جهود مضاعفة لإنجاز حسم عسكري سريع. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي، صحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في المساء اليمني لهذه الليلة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.